النصيحة رقم 3، الأشياء اللي ظبط فيها شعرك ممكن تسبب لك القشرة. ما حد يقدر يقاوم الغرة الحلوة. ولكن لما غرتك تصير خشنة يخرب المزاج كله. كثرة تظبيط الشعر ممكن تجمع بقايا المستحضرات على فروة راسك وتسبب لك قشرة. كلين للرجال، معمول لفروة راس الرجال حيخلي شعرك فرش وبدون قشرة وبدون دهون ومن غير أي خشونة. هذا هو الكلام. أوف، كلين للرجال، نهاية القشرة نهاية الدهون.